أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أيام قلائل بإذنه تعالى سنستقبل شهر رجب، هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرم، هذا الشهر الذي نتزود فيه بكثير من الأمور، فهو ليس شهر صيام فحسب، بل هو شهر دعاء وهو شهر صلاة. هناك صلوات وهناك دعوات وهناك صيام وهناك مناجات يمكن أن تكون في هذه المحطة العظيمة. حينما يتأمل العبد مع نفسه يجد نفسه أنه في حاجة في بين فترة وأخرى إلى الارتباط بالله بشكل أكبر، ويحس بأنه محتاج إلى الشحن الروحي. ربما تمر عليه فترة ينشغل بالدنيا، ينشغل بالمغريات، ينشغل بملاهيها، ولكنه في فترة معينة قد يشعر بأنه في حاجة إلى التزود. وشهر رجب هو من الأشهر العظيمة التي يكون فيها التزود، نعم التزود. فكما أن شهر رمضان وأيضا شهر شعبان لهما فضل عظيم والأجر يتضاعف، أيضا بالنسبة إلى هذا الشهر العظيم، فليس هو شهرا عاديا كبقية الأشهر، وإنما هو شهر يمتاز بماذا؟ يمتاز بالتشجيع، يمتاز بالعروض الخاصة من الله سبحانه وتعالى للعبد. فحينما يكون الإنسان يسمع عن عرض خاص هنا أو هناك يحاول أن يبحث ويسأل ويتوجه فيشتري. فهل نحن مع هذه المحطة، مع هذا العرض الضخم، هذا العرض الإلهي الكبير؟ هذا عرض يحتاج فقط إلى توجه، يحتاج إلى التفاته. ليس فيه خسران أموال، بل فيه زيادة رصيد، وهذا الرصيد لا يمكن الحصول عليه من غير البحث عنه ومن غير أن يكون هناك توجه إليه. فالإنسان لا يستطيع أن يغير من نفسه إلا إذا حاول تغييرها، ولا يستطيع أن يكون ناجحا في أي محطة وأي امتحان يبتلي به في حياته. لا يمكن أن يكون ناجحا ما لم تكن له ماذا؟ تجارب، ما لم تكن له هناك محصنات، ما لم تكن له هناك ممارسات رياضية. هنا نحتاج إلى الرياضة الروحية. الرياضة الروحية هي رياضة مهمة جدا، وكل منا لابد وأن يحتاج إليها في حياته. وعندما يفقد هذه الرياضة الروحية يصعب عليه النجاح في أي امتحان. النفس أمارة بالسوء، هناك مغريات في الدنيا كثيرة، مرغبات لفعل المعاصي لا تنتهي وموجودة في كل مكان،
بقي على هذا العبد كيف يكون مواجها لهذه المغريات الشيطانية التي تريد أن تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف يواجه هذه الأمور؟ يحتاج إلى روح عملية، لا مجرد يقول أنا مؤمن، أنا مجرد أن أصلي صلاة وهي قشرية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، دعاء أقرأ دعاء من غير توجه، أصوم من غير أن أكون قاصد القرب إلى الله بل قاصد على أساس أخفف وزني مثلا، أو حشر مع الناس عيد كل المنطقة يصومون فأنا أصوم، فلا بد أن يكون هذا الإنسان توجه للصيام بدافع، توجه للصيام بروحية بهدف. إذا كان هناك هدف موجود حقيقي فعلا هذا الهدف يؤثر على الإنسان وينفع في الإنسان فيكون ناجحا في الامتحان عند أي صد أي عند أي صدمة تعرض عليه وأي موقف مغري وشيطاني وملهي ومبعد عن ذكر الله وعن طريق الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى خطوات عملية. يعني الآن يجيبون مثال على السباح، واحد يقرأ لي كتاب عن السباحة، كتاب بالكامل فن السباحة، لكن تودي وتنزل في بركة يمكن عمقها 2-3 أمتار ما يقدر يخلص نفسه، خلال دقائق يموت. وقارئ كتاب ما يفيد، يحتاج إلى حالة عملية ممارسة. فهنا شهر رجب نحتاج أن نستفيد منه استفادة حقيقية، نحتاج إلى ممارسة، نحتاج إلى الشحن الروحي، والشحن الروحي يكون على صعيد الدعاء. وهناك أدعية وردت لهذا الشهر الفضيل عظيمة، وكما ذكرنا عروض هناك، يعني حسنات ثواب جنات بعد النار عن العبد وما شاكل ذلك، هناك مغريات حقيقية من الله سبحانه وتعالى تحتاج بس من يتوجه إلى ماذا؟ إلى هذه العروض. فهذا الدعاء موجود، وإذا جينا أيضا صلوات موجودة لهذا الشهر، وإذا جينا من جهة ثالثة إلى الصيام موجود في هذا الشهر، فليس هو فقط للصيام، هذه الأمور الثلاثة وغيرها من الأمور المربية كفيلة بأن تصنع الإنسان، كفيلة بأن تجعلني إنسان أمتلك الإرادة وأمتلك المناعة، أمتلك القوة، أمتلك الروح الإلهية. فلا يمكن أن تكون هذه المغريات التي تزداد يوم بعد يوم في الدنيا مؤثرة على هذا الإنسان حينما يكون أمام هذه المحطات ويأخذ منها ويتزود بمقدار حاجته. أنا لا أقول علينا كلنا أن نصوم شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، شهر رمضان لا بد منه، ولكن بالنسبة إلى رجب وشعبان هل عودنا أنفسنا أن نصومها، أن نصومها أو أن نصوم بعضها؟ وكم يوم نصوم منها؟ هناك بعض الآباء كبار السن يواظب على صيام 3 شهور ولا يفوت منها يوما، وأعرف بعض الشباب يواظب على هذه الأشهر 3 أيضا بالنسبة للصيام، يحاول أن لا يفوت منها يوما ويندم إذا فاته يوم لمرض أو ما شاكل ذلك، تجد عنده ندم لأنه ماذا؟ يشعر بأنه فرط فيه. جيد بأن الإنسان يصوم هذا الشهر أو هذه الشهرين أو هذه 3 أشهر المتتالية، ولكن المسألة ليست مسألة دائما صوم. أنا أؤكد على أهمية الصوم وأؤكد على أنه إذا أستطيع أن أصوم 3 أشهر أصوم 3 أشهر، رجب وشعبان أركز عليها، شهر رمضان منتهين منه، واضح واجب بالنسبة لهذا المستحب، نحاول أن لا نفوت هذين الشهرين مع القدرة.
اترك ذوي الأشغال الشاقة، ولكن البقية هل يمكن أحيانا الإنسان أن يواظب ولو سنة واحدة يمكن من عمره يحاول يجرب شهر رجب فقط؟ يقول أنا السنة أصوم شهر رجب وأخذ بعض الأيام من شهر شعبان مثلا، أو يصوم بعض الأيام من شهر رجب ويأخذ شهر رمضان بأكمله، يجرب ممارسة تجريبية. طبعا القدرة موجودة، احنا يمكن نقول الآن صيف وجوع، لكن الإرادة إلا عند الإنسان تجعل هذا الإنسان لا يشعر بالجوع ولا بالعطش، لأنه يحمل علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يحمل لذة، يحمل حالة اتصال مع الله سبحانه وتعالى، فلا يشعر بالجوع جوع، بل يشعر بالجوع بأنه ماذا؟ حياة ولذة وله طعم خاص، ويشعر بالعطش بأنه ارتواء حينما يجد نفسه قريبا من الله ويؤدي هذه المستحبات قربة وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يحتاج. أنا ألاحظ بعض الشباب عند إصرار وإرادة وعزم قوي على ممارسة بعض الرياضات، فتجد يمتنع عن كثير من الأكلات أحيانا بسبب ماذا؟ بسبب هذه اللعبة أو تلك. يعني الآن مثلا الشباب ذوي أو أصحاب لعبات كمال الأجسام، إذا بيدخل عرض قبل العرض 3-4 شهور يعد نفسه أكلات خاصة، يجفف ماذا شنو يسوي، يعني يمتنع عن أكلات دهنية عن غيرها، يعني ما يأكل مثل ما تأكل أنت يوميا دسم، وهذا لا، هو إراعي وجبات خاصة. هنا عرف ناس هالشكل إراعي وجبات خاصة يأكل منها ويمتنع عن بقية الأكل، ويصعب عليه أحيانا يقعد قدام الناس يأكلون وهو قاعد يأكل مثلهم، لكن بما أنه قاعد ينظر إلى شنه، إلى هدف معين وهو الفوز في هذا السباق وهذا العرض عقب 3-4 شهور، تجده مهتم ومطمئن من نفسه ومرتاح ويبي يواصل، على أساس إذا وصل إلى يوم العرض هو يستطيع أن يعرض جسمه ويكون من ذوي كمال الأجسام الفائزين. هذا موجود وعند ذوي كمال الأجسام موجود عنده وغيرها من اللعبات، هذا مجرد مثال. هذا الصابر الذي يصبر، أنا وجدت واحد يلعب هالشكل، قلت يعني يا ريت إن إحنا نهتم بأرواحنا مثل ما هذا مهتم بجسمه، وهو أيضا يا ريت مهتم بروحه مثل ما مهتم بجسمه، يعني إحنا نحتاج أن نهتم بالروح. فمثل ما عندنا إرادة قوية لبناء الجسم والتزام ببرنامج غذائي معين فيه، أيضا نستطيع بالنسبة إلى تقوية الروح نستطيع أن يكون نبني لنا برامج معينة. يمكن بعض الرياضيين أكله في اليوم مرة واحدة، لكن وجبته طبعا مو عادية، وجبة واحدة ويمكن طوال السنة. احنا ايضا احنا بناكل وجبتين، احنا بنفوت وجبة الظهر، وجبة الصباح بناكلها بس مبكر، فانت بتسحر وبتتفطر. لكن الانسان حينما يوهم نفسه بانه جائع وكذا يشعر بالجوع، يحس بانه ماذا؟ في حاجة الى الغذاء. صحيح طبيعي بان الانسان يشعر بذلك ويحتاج الى الغذاء، ولكن حينما يشعر هنا يأخذ الدروس، هنا يتأثر. البطن الجائع يشعر بالفقراء، أما البطن المتخم
الممتلي دائما لا يشعر. الغني أحيانا ما يشعر بالفقراء ما لم يلامس حاجاتهم، يمكن يعلم أن هناك فقراء لكن مدى الجوع اللي يتألمون من فقرهم وحاجياتهم الأساسية ما يكون عنده شعور إليه. مو علم، علم عنده موجودة معلومة ولكن ما عنده شعور. إذا تولد عنده الشعور حسام ويعطي الفقير. فهذا أيضا هذا الصوم ربما يربي هذا الإنسان على هذا الجانب، يقوي على الصبر، يقوي إرادة الإنسان، يعطيه الصحة. الصوم صحة، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا أبدانكم. فالصيام في شهر رجب مطلوب، وإحنا نحتاج إلى أن يكون نخلق حالة إعلامية قوية في هذا العام في مجتمعنا. وأنا إنصافا مسرور جدا من الإخوة حينما دعوني لهذه الندوة أو هذه المحاضرة، أشعر بأن هناك اهتمام، أشعر بأن هناك مقدمات قبل دخول الشهر على أساس استقبال لهذا الشهر. نحتاج إلى أن نمهد أنفسنا، يدخل هذا الشهر إحنا في استقباله، يدخل هذا الشهر يكون نعطيه حقه. لا يدخل هذا الشهر من يومه الأول إلى يومه الأخير من غير ما أحس في نفسي تغير أو تغيير. أحتاج إلى أن يكون أغير هذا العام عن بقية الأعوام. إذا كان عندي جانب روحي أزيد فيه، وإذا كان ضعيف عندي أيضا أحتاج أن أقويه. نحتاج إلى أن يكون نهتم إلى أنفسنا أكثر، نعرف بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشهر لماذا؟ لينفعنا به، ليغير من أنفسنا، ليزيد في رصيد أعمالنا، ليبعثنا نحو الجنان. والمشكلة أن الإنسان أحيانا هو يبعث نفسه نحو النار والعياذ بالله، من مغريات، من الملذات، من الشهوات، من زينة هذه الحياة التي يراها فينبهر بها ولا ينبهر بتلك الجنان حينما تعرض عليه في الأحاديث، في الآيات، في الروايات. ما يكون منبهر بها لأنه ما قاعد يغير من نفسه. فنحتاج إلى أن نهتم بهذا الشهر، شهر رجب وشهر شعبان أيضا، نهتم بهما اهتمام شديد في التغيير في هذا العام. لا أفوت، هناك استحباب ويذكر في هنا، رايح أقرأ لكم بعض الآن الروايات كيف بعض الأصحاب جاءوا للأئمة عليهم السلام وكيف كان جوابهم لهم، كيف كان الإمام مربي ولماذا الإمام يسأل هذا السؤال، يسأل الداخل عليه. تلاحظ بأن الإمام يحتاج أن يعطي شحنات، يريد أن يغير من نفسه، يريد يعرف بعظمة هذا الشهر. فهو مرحلة زمانية محددة مثل ما شهر رمضان محدد، هذه أوقات الله سبحانه وتعالى حددها. مثل ما شهر رمضان ما يمكن تغييره، تقول بأن خلني أغير أصوم بدل شهر رمضان شهرين غيره في فترة أخرى، ما يغير. يعني شهر رمضان اللي ميزة الخاصة، اللي وقعه الخاص، فهي مرحلة زمنية محددة لا يمكن استبدالها. إذن هناك سر إلهي في هذه المرحلة أيضا بالنسبة إلى شهر رجب وهذه المرحلة الزمنية الموجودة فيه. هنا نقرأ بعض الروايات التي وردت عنهم عليهم السلام في فضل شهر رجب. عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. إذا ذاك تباعدت عن النار مسير سنة، هذا يقول وجبت له الجنة إذا ثلاثة أيام، فرق بين اليوم والثلاثة، عرض قوي إنصافا.
وقيل أيضا رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. فمو تبعدت عن النار 90 سنة أيضا يسقى يوم هناك وهني يوم، تبعدت عن النار 90 سنة هنيها أيضا ماذا يسقى من هذا النهر، وهذا النهر من لبن مو هذا اللبن اللي تشربونه، يختلف ما لا عين رأت. هذه مجرد تقرب لنا الصورة، هذه المسميات أسمع عن نهر من لبن أو عسل، تين، زيتون، غيره من الفواكه المذكورة في القرآن، هذه تقرب لي المعنى. أنا أعرف التين لذيذ، أعرف الزيتون العنب لذيذ، هذا التقريب يريد يقرب لك المعنى هناك، وإلا ليس هذا الزيتون هو ذلك الزيتون، وليس هذا العنب ذلك هو العنب. ألد لا يقاس ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجب شهر الاستغفار. اشتغل باستغفار وانت تسوق السيارة، وانت قاعد على فراشك مستلقي على فراشك، وانت جالس هنا او هناك في بعض المكانات، تستطيع ان تستفيد من وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى، ان تستغفر الله، تطلب منه المغفرة. رجب شهر الاستغفار لأمتي صلى الله عليك وآلك يا رسول الله، فأكثروا فيه الاستغفار. شهر الاستغفار يعني يكون يحتاج إلى حملة إعلامية على أن نتوجه إلى شنو؟ إلى الاستغفار. رجب شهر الاستغفار لأمتي فأكثروا فيه الاستغفار، فإنه غفور رحيم. ويسمى رجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب فيه صبا، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، كرر في حياتك يوميا، كرر حتى في غير شهر رجب، ولكن تحتاج شهر رجب أن تكثره. هل استغفار أنت إذا كررتها مرة 10 20 100 1000، أنت يمكن تتوجه في واحدة ثنتين منها، تكون حاضر القلب أنك فعلا تطلب من الله المغفرة. إذا حضر قلبك وكررت هذا الذكر، هذا له وقع على النفس، تكرار الذكر حتى من غير حضور القلب، ما بالك مع حضور القلب، سيؤثر على نفسك كما يؤثر الحبل على الصخر فيحفر فيه. هنا أيضا هذا الاستغفار يؤثر على النفس، يغير من النفس. هناك أيضا أعمال كثيرة، لا أطيل أكثر طويل في الموضوع. الأعمال العامة التي تؤدى في شهر رجب في جميع الشهر ولا تختص بأيام معينة فيه، عندنا أعمال عامة مو فقط ليوم معين، أي يوم تقدر تجيبها. طبعا تقدرون ترجعون إلى مفاتيح الجنان، ترجعون إلى أعمال شهر رجب وفضل شهر رجب وشهر، وعندنا مفاتيح الجنان نعمل كتاب ممكن الاعتماد عليه ونرجع إليه، ما يخلو بيت من القرآن، ما يخلو بيت من مفاتيح الجنان. وهي أمور الأول من الأعمال العامة لهذا الشهر، أن يدعو في كل يوم من رجب بهذا الدعاء الذي روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه دعا به في الحجر في غرة رجب: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك، سمع حاضر وجواب عتيد، إلى آخر الدعاء. الثاني أن يدعو بهذا الدعاء
الذي يدعو به الإمام الصادق عليه السلام في كل يوم من رجب. إحنا لو الإمام موجود يانا نصيد كل كلمة منه وش يقول. هذه كلمات الأئمة عليهم السلام نبحث عنها. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك. كلمات عظيمة تتأمل فيها تعيش في عالم غريب، تغيص في عالم الروح، عالم الملكوت، عالم الرحمة، عالم البركة. يحتاج الإنسان إلى أن يرجع ويتأمل في مثل هذه الكلمات. أيضا من الأعمال العامة روي عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام أنه قال قل في رجب: اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد، لاحظ، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل، إلى نهاية الدعاء. كلمات عجيبة. أيضا عندنا ورد يستحب أن يدعو بهذا الدعاء في كل يوم: اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة، إلى آخر الدعاء. بس تأمل في الكلمات القليلة التي نذكرها. أيضا الخامس مما ورد في هذا الشهر أنه خرج هذا التوقيت الشريف، التوقيع الشريف يعني عن الإمام الحجة عليه السلام. هذا التوقيع الإمام كان يتواصل إياه السفراء الأربعة، هذا أحد السفراء الأربعة وصل التوقيع، هذا الكلام، هذه الفتوى من الإمام. هذا يقول أنه خرج هذا التوقيع الشريف من الناحية المقدسة على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد قدس سره: ادعو في كل يوم من أيام رجب بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول له في كل يوم ادعو في رجب، في كل يوم من رجب ادعو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك، إلى آخر الدعاء. هناك أدعية كثيرة أنا ما أشير إلى البعض فيها. أيضا من الناحية المقدسة خرج عن الإمام المهدي هذا الدعاء: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب، إلى آخر الدعاء. الثامن عندنا مما روى السيد بن طاووس عن محمد بن ذكوان المعروف بالسجاد لأنه كان يكثر من السجود والبكاء فيه حتى ذهب بصره، قال: قلت للصادق عليه السلام، هذا بكاء من الموالين، جعلت في ذاك، يقول للإمام الصادق: جعلت في ذاك هذا رجب علمني فيه دعاء ينفعني الله به. قال عليه السلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات من إمام تخرج. قل في كل يوم من رجب صباحا ومساء وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك يا من أرجوه لكل خير. هذا حافظين أنتم وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، إلى آخر. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال في رجب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 100 مرة وختمها
بالصدقة، يعني الصدق أيضا في هذا اليوم، ختم الله له بالرحمة والمغفرة. ومن قال 400 مرة، هذه قالها 100 مرة، هذا المرة يقول ما، ومن قالها، لا زال الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن قالها 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد، أجر 100 شهيد مو شهيد واحد. حديث كثيرة أنا أنتقي منها البعض، عن بعض الأدعية. السادس عشر هنا يذكر من فاتح الجنان، أن يصوم 3 أيام من هذا الشهر هي أيام الخميس والجمعة والسبت، فقد روي أنه من صامها في شهر من الأشهر الحرم كتب الله له عبادة 900 عام، عبادة مقبولة مو عبادة عادية، كتب الله له عبادة 900 عام. على كل حال أنا أكتفي بهذا المقدار من الروايات التي وردت، وقبل أن أفتح المجال للأسئلة، كأنه موجود، قبل أن أفتح المجال للأسئلة أشير هنا إلى أننا في حاجة إلى الاهتمام بهذا الشهر، شهر رجب القادم، وأن نعطي صورة لامعة لأنفسنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن نقدم للمجتمع هدية كبيرة، وهي هدية التشجيع، هدية التشجيع. فلنكتب هذه الروايات ولننشرها على أدوات التواصل الاجتماعي وغيره، حتى يهتم الناس بهذا الشهر، فلكم أجر بهذا العمل نفسه. أكتفي بهذا المقدار وأفسح مجال الأسئلة. تفضل.